Connect, grade 3, second term. Unit 10, let's search online. معنى التايتل بتاعنا ايه سنة تالتة؟ يعني هيا بنا نبحث عن طريق الانترنت. Part 1. Exams. Mouse. We use this for moving the arrow on the screen. بيقولي إن الفقرة يا سنة تالتة إن هي عبارة عن جهاز من الكمبيوتر بنستخدمه علشان نحرك السهم على شاشة الكمبيوتر. Cell phone. We use this small device for calling people. إحنا بنستخدم الجزء دوت علشان نقدر نتصل بالناس أو نتواصل مع الناس. طبعاً ده الموبايل فون معانا كلنا. Website ده سنة تالتة اللي هو عبارة عن الموقع الإلكتروني. بيقولي we can use this on the internet to find information. نحنا بنستخدم الموقع علشان نبحث عن معلومات على الإنترنت. Tablet. It is bigger than a cell phone. It is smaller than a computer. طبعا احنا عارفين كلنا التابلت اللي هو عبارة عن جهاز اكبر من الموبايل فون وبيكون كمان اصغر من الكمبيوتر. برضو بنستخدمه للدخول على الانترنت او البحث عن المعلومات. Screen. This is used to see things on your computer. زي ما شايفين في الصورة قدامنا سنة تالتة دي شاشة الجهاز عندك بستخدمها لما أكون عايزة أتفرج أو أشوف أشياء على الكمبيوتر بتاعي. Information معلومات. We can read and find this on the internet. يعني إحنا نقدر نقل المعلومات دي أو نقراها أو نبحث عنها على الإنترنت. طبعا واضح قدامنا الصورة سنة تالتة ده الكيبورد بتاعنا. بيقولي we can use this for writing on a computer. طبعا احنا عارفين لوحة المفاتيح او الكيبورد بنستخدمها علشان نستخدمها للكتابة لما نكون عايزين نكتب على جهاز الكمبيوتر بتاعنا ندخل معلومات او نبحث عن معلومات. كمبيوتر جهاز الكمبيوتر او الحاسب الالي. This is an electronic device يعني جزء عبارة عن جزء الكتروني. We can write and find the information on it. احنا نقدر نكتب ونلاقي معلومات عليه. الجرامر بتاعنا النهارده السنة تالتة زي ما نشوف في الاكزامبلز بيقولي نمبر 1 I can download photos. I can download photos يعني انا استطيع او بمقدوري ان انا احمل صور. كان هنا سنة تالتة فيرب بيقولي معناها يستطيع بيجي مع السبجكت بعد السبجكت والفيرب اللي هيجي وراه زي ما انتم شايفين كده كلمة download ده فيرب انفينيتيف. يبقى انا عندي كان معناها بتدل على القدرة او الاستطاعة ولازم الشرط بتاعها يا سنة تالتة ان الفيرب هيجي انفينيتيف يبقى I can download photos انا استطيع او اقدر ان انا احمل صور وهنا download فيرب انفينيتيف جه بعد كان فيرب في المصدر. زي ما قلنا في example number one نفس الفكرة بيجي لي الجملة بتبدأ بال subject وراها كان بمعنى يستطيع وبعد كده بيجي لي الفيرب انفينيتيف او الفعل في المصدر. المثال التاني بيقول لي my mom and dad يعني ماما وبابا. الاختلاف هنا بينه وبين المثال الاول ان subject عندي هنا plural جمع وبعد كده جالي كلمة كان وبعد كده الفيرب انفينيتيف. نستنتج من كده ان subject سواء كان مفرد او جمع عادي يجي وراها كان وبرضه يجي وراها الفعل في الايه في المصدر. هنا بيقول لي my mom and dad can order things يعني ماما وبابا يقدروا يطلبوا الاشياء. We can learn things from different websites. بيقول لي نحن كان نستطيع learn نتعلم الاشياء things from different websites نتعلم الاشياء من المواقع الالكترونيه المختلفه. برضو اتفقنا سنه ثالثه مهما كان السبجكت سنجلر او بلورال مفرد او جمع كان هتيجي عادي خالص بعد السبجكت. وكمان ما ننساش يا سنه ثالثه ان الفيرب اللي هيجي بعد كان هيجي فيرب انفينيتيف زي ما احنا شايفين learn بدون اي اضافات ومعنى كان هنا بمعناها استطيع يبقى we can learn نحن نستطيع نتعلم things from different websites الاشياء من المواقع الالكترونيه المختلفه. Number 4 he can watch videos يعني هو يستطيع ان يشاهد الفيديوهات. نفس الفكره في كل مره هنبتدي الجمله بالسبجكت وراها كان وراها الفيرب انفينيتيف بدون اي اضافات.
يبقى احنا النهارده اتكلمنا في لانجويج فوكس عن المودل فيرب كان اللي هو بمعنى يستطيع، وقلنا تكوين الجمله فيه بتبدا الجمله بالسبجكت وراها كان وراها الفيرب انفينيتيف يعني الفعل فيه المصدر بدون اي اضافات. rearrange number 1 طبعا احنا عارفين rearrange معناها ايه، بمعنى رتب، هنرتب الجمله، وهو بيديني الجمله متلخبطه وبيساعدني كمان هو بيحط لي لاين تحت اول كلمه هبدا بيها. عندي نمبر 1 كاتب لي كان، كان بمعنى يستطيع، اي انا، توك اتكلم، ماي ده ضمير بيدل على ملكيه الحاجه ليا، جراندما جده، تو الى. طبعا وحطيت اللاين تحت البروناون اي علشان ابدا بيه. ممكن اقول هنا انا اقدر اتكلم مع جدتي، فهبتدي واقول I can talk to my grandma. طبعا احنا شايفين بدأنا بآي عشان تحتيها line، وعندي verb can وعندي verb talk زي ما خلنا في can بتيجي بعد subject، يبقى I can واتفقنا بعد can هيجي وراء verb infinitive اللي احنا نزلناه talk، بعد كده to my grandma وحط في الاخر full stop عشان دي sentence، يبقى احنا كده رتبنا الجملة صح. Number two مديني الكلمات اللي عندي اللي هي they ضمير بمعنى ايه، هم، وفيديوز الفيديو هيت، واتش يشاهد، وكان فيرب معنى يستطيع او يقدر. طب اتفقنا مع بعض ان الجمله هتبدا عندي بالسبجكت وراها كان وراها الفيرب انفينيتيف، يبقى هنقدر نقول ايه، they can watch videos. تمام. نمبر 3 اي انا، ذا دي اداه تعريف بمعنى ال، can يستطيع، use يستخدم، internet اللي هو شبكة الانترنت، my ضمير برضو بيدل على الملكية، homework الواجب، for إلى. طيب أنا برضو هنا هبتدي بالضمير بتاعي اللي هو I subject اللي هبدأ بيه، وطبعا بيجي وراه verb can وراه طبعا الverb infinitive، يبقى هبتدي أقول I can use يعني أنا أقدر أستخدم. تمام، هقدر أستخدم الإيه، هستخدم الانترنت، يبقى هقول I can use the internet، اقدر استخدم الانترنت for my homework الى ايه، الواجب بتاعي، يعني اقدر استخدم الانترنت في الواجب ايه بتاعي، يساعدني مثلا ان انا الاقي معلومات. تاني سؤال عندنا اللي هو match، هنوصل هنشوف مع بعض كده مجموعة الجمل. طبعا يا سنه ثالثه بيديني جزئين، هقرا الاول العمود الاولاني، بعد كده اقرا العمود الثاني كله على بعضه، وابتدي اوصل واحده واحده علشان ما اتلخبطش وابقى فاهم كل الجمل اللي عندي او الاسئله. نمبر 1 بيقول لي what can you use digital technology for، what can you use digital technology for معناها ماذا تستطيع ان تستخدم التكنولوجيا الرقميه لاجل ايه. نمبر 2 Do you have a computer؟ هنا سؤال بمعنى هل، وبيقول لي هل أنت لديك أو تمتلك كمبيوتر؟ Number 3 Can you؟ هل تستطيع؟ وطبعا دي ناقصة بيت الجملة بتاعتها أو السؤال بتاعي. هنا كان يا سنة ثالثة خلي بالكوا جات في بداية الجملة، دي طبعا مش جملة، هنا هتبقى سؤال بمعنى هل تستطيع، ده مودل فيرب بدأنا بيه، يبقى ده سؤال question، كان بمعنى هنا مش يستطيع لا هل تستطيع. Number 4 I find information يعني أنا أجد المعلومات، هنوصل بقى الكلام دوت بالجزء الثاني ايه من الناحيه الثانيه. نقرا الجزء الثاني. اول حاجه عندي watch videos يعني تشاهد الفيديوهات. I can learn things from websites يعني انا استطيع او اقدر اتعلم اشياء من المواقع الالكترونيه. On the internet يعني على شبكه الانترنت. Yes I do نعم لدي. طيب هنشوف كده اول حاجه. نمبر 1 بيقول لي what can you use digital technology for، هقدر اوصلها بايه، وهنا بيقول لي اقدر استخدم التكنولوجيا الرقميه في ايه. ممكن اقول I can learn things from websites يعني انا اقدر اتعلم الاشياء من المواقع الالكترونيه. طيب نمبر 2 بيقول لي do you have a computer يعني هل لديك كمبيوتر. do هنا معناها هل، واحنا عارفين ده النوع السؤال بتاعي هنا yes or no question، يعني الاجابه بتاعتي فيها اما yes يا اما no. طبعا عندي هنا في العمود الثاني عندي yes، طب لو عندي اكتر من yes او عندي yes او no هتاكد برضو ان انا الاجابه بتاعتي، لو حط لي حاجه توقعني بيها سنه ثالثه خلي بالي برضو. هنا do you have a computer هقول له yes I do، هو سالني بدو لازم طبعا اجاوب بايه، بتبقى دو. نمبر 3 بيقول لي can you ده سؤال بمعنى هل تستطيع، وتركيبه الجمله في مع المودل فيرب كان لازم يكون عندي كان والسبجكت وطبعا الفيرب انفينيتيف، يبقى الاجابه المناسبه ليها اللي هي ايه، watch videos. excellent. I find number 4 I find information يعني انا اجد المعلومات، on the internet يعني على شبكه الانترنت.
underline يعني ضع خط تحت الإجابة الصحيحة. هنقرأ مع بعض أول سؤال، بيقول لي the mouse cell phone website is used for moving arrow on the internet. طبعا ما تسرعش يا سنة تالتة، وزي ما تعودنا كده زي ما احنا قرينا السؤال كله على بعضه ما روحش اختار على طول، وبعد كده ترجم واحدة واحدة قبل ما اختار واشوف كل واحدة وظيفتها ايه. عندي الماوس هي الفأرة بستخدمها، ده جزء من اجزاء الكمبيوتر بستخدمه انا احرك بيها الماوس بتاعي. سيل فون ده اللي هو الموبايل، ويب سايت اللي هو الموقع الالكتروني. طب بقيه الجمله بتقولي is used for moving arrow on the internet، arrow اللي هو السهم، يبقى ايه اللي بستخدمه عشان احرك السهم؟ طبعا الماوس هي اللي بستخدمها علشان اقدر احرك السهم واشاور على الحاجه اللي انا عايزاها. نمبر 2 the computer cell phone mouse is a small device for calling people. نترجم مع بعض زي ما تعودنا، اول حاجه الكمبيوتر اللي هو الايه الحاسب الالي، سيل فون اللي هو الموبايل او التليفون المحمول، ماوس اللي هي الايه الفاره. بيقول لي هنا is a small device يعني جزء صغير for calling people للاتصال بالناس. كلمه calling people معناها الاتصال بالناس. طب انا هنا ايه الاجابه المناسبه عندي؟ سيل فون. اكسلنت، اللي هو التليفون المحمول. نمبر 3 my mom and dad can order orders ordered things. بيقول لي my mom and dad ده السبجكت بتاعي، ماما ابي وام يعني، كان هنا بمعنى يستطيع. طب احنا اتفقنا بعد كان هيجي الفيرب شكله عامل ازاي؟ لازم يكون الفيرب انفينيتيف يعني الفعل فيه المصدر بدون اي اضافات، يبقى اختار order or orders or ordered. طبعا الاجابه هتبقى order لانها بدون اي اضافات، وهنا جمله على بعضها ان ابي وام يقدروا يطلبوا الاشياء. رابع سؤال عندنا اللي هو make a word يعني هنكون الكلمة. طبعا احنا عارفين السؤال ده ان هو بيديني صورة وبيديني الكلمة بس حروفها متلخبطة، وانا من خلال الصورة وفهم الحروف الكلمة اقدر اكون الكلمة بتاعتي. طب ما بعد كده سنة تالتة دي صورة ايه يا ترى؟ ده صورة الجهاز التابلت. تمام، يبقى انا هبتدي وارتب الحروف بتاعت الكلمة ازاي؟ T-A-B-L-E-T. اكسلنت. تاني صورة دي صورة الايه؟ الفأرة اللي هي حابب اقول عليها الايه؟ ماوس. ماوس. طب هو هنا برضو بيساعدني وبيديني حروف متلخبطه، وانا هبتدي بايه يا ترى؟ كلمه ماوس بتبدا بحرف الام. ماوس، ام او يو اس اي. اكسلنت. تالت صوره دي صوره لابتوب فاتحين عليه موقع الكتروني، يبقى احنا عايزين كلمه ايه؟ ويب سايت. ويب سايت. طبعا حروف متلخبطه سنه ثالثه، هشطب على كل حرف المفروض يا سنه ثالثه وانا بحل عشان اعرف انا ما اكررش الحرف ده تاني. ويب سايت W E B S I T E. نمبر 5 بيقول لي look and complete with، هنتفرج على الصور اللي عندي وهنكمل بالكلمات اللي هو مساعدني بيها. keyboard اللي هو لوحة المفاتيح، computer جهاز الحاسب الآلي، can verb معنى يستطيع، learn يعني يتعلم. نشوف مع بعض كده. نمبر 1 بيقول لي I can space things from different websites، يعني انا اقدر ومفروض ان انا احط اجابه معينه هنا جايب لي الاشياء من المواقع المختلفه. طبعا الصور هتساعدني في فهم الجمله السنه الثالثه عشان اعرف اختار من فوق. تمام. وطبعا هتشوف نمبر 1 صوره مواقع الكترونيه مختلفه. نمبر 2 بيقول لي we use a space for writing a computer on a computer، يعني احنا بنستخدم ايه for writing من اجل الكتابه على الكمبيوتر. طبعا الصوره واضح جدا، نحط كلمه ايه. نمبر 3 a space is an electronic device، يعني بيقول لي ايه هو اللي عباره عن جهاز الكتروني. نمبر 4 space I help you، وهنا هستخدم برضو model verb بمعنى هل استطيع، لان كلمه help you بمعنى اساعدك. Number 1 I can learn things from different websites، يعني انا اقدر اتعلم الاشياء من المواقع الالكترونيه المختلفه عن طريق ان انا بخش على الموقع الالكتروني سنه ثالثه ببحث عن معلومات، فكده انا بتعلم المعلومات. يبقى احنا كده اخذنا من فوق كلمه learn، يا ريت نحط تحتها line او نعمل علامه عندها علشان ما نكررهاش تاني معانا في الاجابات. طيب number 2 بيقول لي we use a space for writing on a computer، احنا بنستخدم ايه علشان نكتب على الكمبيوتر؟ طبعا من الصوره واضح ان دي صوره ايه سنه ثالثه؟ keyboard. keyboard، يبقى الاجابه عندي we use a keyboard. Number 3 a space is an electronic device، بيقول لي هو ايه اللي عباره عن جهاز الكتروني. طبعا الشاشه الصوره عندي سنه ثالثه ده جهاز حاسب الالي اللي هي اختار من كلمه فوق computer. Number 4 احنا فاضل لنا طبعا فيرب ايه كان بمعنى يستطيع، ولو اتفقنا مع بعض لو جالي في اول السؤال بمعنى هل استطيع، لو قلت can I help you يعني هل استطيع ان اساعدك، يبقى احنا كده تمام اجابه السؤال.
سادس سؤال بيقولي look and write a sentence. طبعا هنبص على الصورة اللي عندي ومن خلالها هحاول اكون ايه جملة. طبعا احنا عارفين اجزاء الجملة. النهاردة كان كل كلامنا مثلا على verb can. نقدر نكون جملة ازاي؟ ابدأ جملة بالsubject واحط can، وطبعا لازم اجيب وراها verb infinitive، يبقى كده انا كونت جملة. طب هو جيب لي هنا صورة ايه؟ tablet. ممكن اقول ايه؟ ممكن استخدم this is a tablet كأني بشاور على جهاز التابلت، فبقول this is a tablet. طبعا ببدأ بالsubject او ايا كان نوع السبجكت، فاعل بقى او ضمير ايا كان، واتاكد يا سنه ثالثه انا بختار الفيرب المناسب معايا. This is a tablet. انا حطيت a علشان tablet ده singular noun countable، قادر ان هو يتعد. طيب تاني صوره عندي دي صوره كمبيوتر او حاسب آلي. ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول جمله زي اللي عطيهوني كده it's a computer، يعني هذا يكون ايه او هو يكون ايه؟ حاسب آلي او جهاز حاسب آلي. ينفع استخدم بدل it he او she؟ لا، انا عندي حاجه غير عاقل، لانها لو استخدمت هي يبقى انا بتكلم على شخص عاقل ولد، لو كلمت شي يبقى انا بتكلم على بنت. لكن هنا الكمبيوتر حاجه غير عاقل، بستخدم معاها الضمير it اللي هو بمعنى هو او هي لغير العاقل. السؤال السابع عندي سؤال ديسكفر، بيقول لي read and tick. هنقرا وهنعمل tick قدام ايه يا ترى؟ هنا عطيني مجموعه من الجمل وعايزني اقرا كل جمله كده واشوف الجمله دي سيف ولا نوت سيف. يعني ايه مع بعض كده سيف يا سنه ثالثه؟ سيف بمعنى امن، نوت سيف بمعنى غير امن. طيب هنشوف مع بعض كده. نمبر 1 بيقول لي I can find information for my homework، يعني انا اقدر اجد معلومات للواجب بتاعي. سي ان انا بحل الواجب وعايزه معلومات اضافيه علشان توضح لي الافكار، فانا هستخدم الانترنت. الكلام ده سيف ولا نوت سيف يا سنه ثالثه؟ سيف، طالما انا ببحث عن حاجه صح وفي مصلحتي يا سنه ثالثه يبقى سيف على طول. نمبر 2 I can tell everyone my password، بنا اقدر اخبر كل او اي كل شخص عن الباسورد بتاعي. طبعا لا، ده حاجه نوت سيف، ما ينفعش اقول الباسورد بتاعي لاي حد، لان دي حاجه تخصني انا لوحدي واقدر استخدم الاكونت بتاعي مثلا ليا انا لوحدي. نمبر 3 I can ask adults which websites are safe، يعني هنا بيقول لي انا اقدر اسال adults اللي هم الراشدين او كبار السن which websites are safe، على اي المواقع اللي هي امنه. لو انا استشرت بابا او ماما او المدرس بتاعي على اي موقع هو مفيد ليا اقدر ابحث عنه، الكلام ده سيف ولا نوت سيف؟ طبعا سيف، لان هم طبعا هيقولوا لي ايه المواقع الامنه اللي انا هستخدمها، فده امن ليا انا كمان لسنه ثالثه. نمبر 4 I can tell everyone my mom's phone number، بيقول لي انا اقدر اخبر كل شخص او كل شخص عن رقم تليفون والدتي. لا طبعا، طبعا ما ينفعش السنه الثالثه، ده not safe. نمبر 5 بيقول لي I can share my photos with everyone. كلمة share يعني أشارك، يعني أنشر، شبه أنشر إيه؟ أنشر منشورات زي ما بنعملها مثلا على الفيسبوك. هنا بيقول لي أنت تقدري تعملي share my photos لصوري with everyone، مع أي حد، أبعت صوري لأي حد سنة ثالثة. طبعا الكلام ده طبعا إيه؟ not safe. Not safe يعني غير آمن. Number 6 I can ask an adult if it's okay to use the internet، بيقول لي ان انا اقدر اسال الشخص البالغ، شخص اكبر مني، لو انا اقدر it's okay to use the internet، لو انا it's okay يعني تمام مناسب ان انا استخدم الانترنت. طبعا ده سيف، ان هو هيقول لي طبعا it's okay or not okay. نمبر 8 هنا عندي سؤال سبلاي. سبلاي السؤال ده كان بيديني صورة الكلمة بتاعتها بس ناقصة الحروف يا سنة تانية. احنا عندنا في الكلمة هتيجي حرفين ناقصين. الصورة اللي قدامي ده صورة كيبورد، وطبعا الكلمة بتاعتها هي كيبورد. الكيبورد ناقصة حرفين بعد الكي وحرف ناقص تاني بعد الاو. طبعا كي اللي هي حرف الاي هو اللي ناقص، بعد كده كلمة بورد اللي هي حرف الاي. دلوقتي جايب لي صورة سيلفون وعطيني طبعا كلمة سيلفون وقلنا هينقص منها حرفين. الحرف الأول اللي هنكتبه اللي هو حرف ال، والحرف الثاني اللي هو حرف فون حرف الأو. طبعا لازم نكون بنحفظ الكلمات كويس جدا. نمبر 3 ده صورة الكمبيوتر بتاعنا، كم حرف الام بعد كمبيوتر حرف التي. بعد كده جايب لي صورة الانترنت. الانترنت ده أول حرف فيها ناقص الان وبعد كده حرف الاي. Excel yourself، طبعا ده السؤال اللي هو تختبر بيه نفسك السنه الثالثه وتحله، فبعد كده تحطه في صندوق المتفوقين.
read and complete with هنقرأ وهنكمل بالكلمات اللي عطيهولي. internet download telephone number one I want to space photos number two what's your space number number three we use the space to find information good luck and goodbye.